ونبقى إذا مشاهدينا مع تطورات الجزائر، وينضم إلينا من هناك مراسلنا كريم قندولي. كريم، قبل أن أسألك عن التفاعلات في الشارع الجزائري، يعني آخر التطورات السياسية، رؤية موحدة من قبل أحزاب معارضة، هل عرفت أي تفاصيل عنها؟ صباح الخير داليا. على كل تقريبا الندوة تبدأ وانشغالها في هذه اللحظات، تقريبا يعني بداية تزايد عدد الوفود القادمين من شتى المناطق، من شتى التيارات أيضا السياسية، كلها يعني تقريبا معارضة للسلطة، ولكن هذه المعارضة تتفق كلها على نظرة واحدة، وهي الإسراع في العودة إلى الشرعية، الإسراع في العودة إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأجال، تفادي الدخول في الفراغ الدستوري. يوم 700 شخصية قبلت الحضور لهذه الندوة أو المنتدى الحوار الذي تنظمه قوى تغيير من أجل نصرة الشعب، هكذا يطلق عليها. من أبرز الشخصيات الحاضرة هو أحمد طالب الإبراهيمي، نجل البشير الإبراهيمي المجاهد ورئيس جمعية العلماء المسلمين السابق، وأيضا هنالك علي بلفليس رئيس الوزراء السابق والمترشح للرئاسة في مناسبتين. لدينا أيضا هذه المبادرة يقودها عبد العزيز الرحابي الوزير والدبلوماسي السابق، هو الذي يقوم بمهمة التنسيق ودعوة كل هذه الشخصيات. عبد الله جاب الله أيضا أبرز الوجوه السياسية المعروفة في الجزائر، وعدد أيضا من الشخصيات التي ربما تتفق في إطار واحد على كريم. حزبين. نعم. هل عرف إن كان المشاركون اليوم سيخرجون بأي بيان يرفضون فيه ما جاء به بن صالح قبل يومين بشكل واضح أو صريح؟ بل الحوار نقطة هامة جدا لا يختلف عليها اثنان حسب ما يعني وصلنا إليه من معلومات أيضا من طرف معظم هؤلاء الذين سيحضروا هذه الندوة، لكن فقط تبقى الإشكالية في رموز بوتفليقة، وبالأخص حكومة تصريف الأعمال التي وضعها قبل استقالته، وهي من بين ربما العوائق الكثيرة التي وضعت كألغام في طريق الإصلاحات. أيضا هنالك الوزير الأول نور الدين بدوي. أظن أن هذه الندوة ستخرج بتقريبا نظرة واحدة وشاملة حول استقالة أو إقالة الوزير الأول نور الدين بدوي ورحيل حكومة تصريف الأعمال. أظن أن عبد القادر بن صالح رئيس المؤقت الذي أصدر في حقه أيضا المجلس الدستوري فتوى ببقائه إلى غاية تنظيم الانتخابات، أظن أنه سيتعاملون معه كحتمية فرضها الواقع، والكل يعلم بأن عبد القادر بن صالح ربما هو مكره على نصيبه أكثر من بقائه ولا يريد البقاء، وبالتالي ممكن أن يبقى يعني من أجل فقط صوريا لتنظيم الانتخابات. وحسب الكثير من المراقبين لو ترحل الحكومة ولو يرحل الوزير الأول قد تكون مفتاح ولبداية انفراج الأزمة، وبعدها سيكون ربما تنظيم الندوة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي لم تكون مؤسسة الدولة مثلما وضع ضماناته من بينها أيضا. شكرا جزيلا كريم قندولي. إذا سنبقى معك في ضوء مخرجات هذه الندوة للمعارضة الجزائرية. مراسلنا من الجزائر العاصمة كريم قندولي.